كيف نتسوق بذكاء؟ هذا هو الموضوع اللي راح نحكيه اليوم مع الباحثة الاقتصادية، الباحثة في مجال الاقتصاد المنزلي سميرة الكيلاني. صباح الخير يا سميرة. صباح الخير. كيف حالك؟ كيفك أنت؟ يعني في كيف نتسوق بذكاء وكيف عندنا كذا لا. لا 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 لا. بالضبط. نبلش. يلا. بأول إشي كيف نتسوق بذكاء؟ بالضبط. أول إشي بحب أعيد على إخواننا المسيحيين، أقول لهم عيد فصح مجيد وإن شاء الله ينعاد عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. هلا كيف نتسوق بذكاء؟ هلا عملية التسوق بلعب فيها علم النفس دور كتير كبير. يعني لازم أول إشي في قاعدة ذهبية إنه إحنا نعرف شغلة، إحنا شو بدنا وإحنا شو لازمنا. إذا عرفنا نفرق بين هدول الكلمتين إحنا بنعرف نتسوق بطريقة صح. يعني أنا ممكن بدي كتير شغلات من السوق، بس إيش لازمني فعليا؟ هون ساعتها بعرف أنا شو إيش أغراض اللي أنا فعلا لازمتني وأحدد عليها الميزانية تبعت البيت. عشان هيك يعني لازم واحد لما بده يروح بده يشتري أغراض أكتبوا. أيوة. إيش بدكم بالزبط. يعني عشان ما تكونوا ملتزمين فيها. بالضبط. هلا هاي من أحسن النقاط وأهمها إنه نعمل قائمة بالأغراض اللي بدنا إياها نكتب ونلتزم فيها. نخلي هامش صغير لبعض الأشياء اللي ممكن نتذكرها أو تتريت أور سيلف، يعني مثلا شوية شوكولاتة شوية شيبس، يعني شغلات زي هيك، بس لازم نلتزم بالقائمة بالضبط ما نطلع عنها. هلأ اللاءات اللي فيك عدة لاءات، لا للتسوق أثناء الجوع، لأنه الواحد إذا راح يتسوق هو جوعان بيشتري أشياء ما بدوش إياها. طبعا السوبر ماركت بتفوتي في روائح زاكية وفي ألوان كتير حلوة، الخضرة بتلمع، كل شيء حواليك بوحي إنك بدك تشتري، فما تشتروا وأنتوا جوعانين. هاي أول شغلة. تاني شغلة خططوا للأسبوع، لا للذهاب للتسوق بدون تخطيط. يعني لازم نكون مخططين من هون لأسبوع. يعني في ستات كتير شاطرين أنا بعرفهم بتكون حاطة على التلاجة أنا بدي أطبخ هذا الأسبوع كذا، طبخة هاي وهاي وهاي وهاي، بتحدد الطبخات اللي بدها إياها، بعدين بتمشي عليها بتروح تتسوق حسب هاي الطبخات اللي هي محددتها. شوفي قديش بتوفر على حالها وقت، بتوفر على حالها أغراض كمان، بتجيب الأساسيات اللي هي بحاجتها مثلا الرز السكر الزيت، هاي الأشياء من الضروريات إنها تكون وراح تستعملها طول الأسبوع. فإحنا إذا خططنا من هون لأسبوع راح كتير نقلل الفوضى اللي بتصير خلال الأسبوع لما نروح نتسوق. من أهم الأشياء كمان إنه ما نروح نتسوق مع الصغار، لأنه الصغار أول إشي بصيروا يتطلبوا، تاني إشي كتير رح يشوشوا أفكارنا يعملونا تشتت. ومن كمان الشغلات المهمة إنك لا تروح تتسوق أنت وصاحبتك أو جارتك، يمكن هلأ رح يزعلوا مني ليه؟ بس لأنه رح يصير في مجال للمقارنة. هلأ مش الكل عنده بادجت واحدة، مش الكل عنده نفس المستوى المالي، يعني فممكن أنا جارتي اشترت إشي لا أنا ما بدي أطلع أقل منها، فبدي أروح أشتري إشي أنا مرات مو بحاجته، أو ممكن هي تشجعني. فروحوا اعملوا يعني رحلة التسوق هي رحلة ديوتي مش رحلة للترفيه، روحوا عشان هذا إذا بدنا نوفر. طبعا إذا رايحين هيك نتسلى ونبعزق مصارينا فهذا حال تاني. يعني من الأهم اللقاءات كمان إنه ما نروح نتسوق بالعطلة، لأن العطلة معناته في ناس كتير، وجود ناس كتير في هالمكان رح يخلينا إحنا بدنا نصير ضمن هالمجموعة، بدنا نندمج، وبالتالي رح نصير نتمشى أكتر، رح نقضي وقت أكتر، وبالتالي رح نشتري أغراض أكتر. حاولوا تشتروا أكتر إشي مثلا الأيام هي الاثنين والثلاثة، هم أحسن الأيام للتسوق. خلال الأسبوع ممكن تطلعوا بس فور فن، يعني تروحوا تستمتعوا بس مش عشان تخططوا لمصروف البيت. هلأ في من الأشياء اللي بتعملها المحلات واللي كتير عم بتأثر علينا نفسيا إحنا كمستهلكين، أول إشي السلة. السلة بقولك كل ما كبرت كل ما زاد شراكي، يعني 19% من الأشياء اللي بدك تشتريها بتزيد لما تكون السلة كبيرة. فأنت إذا عندك القائمة تبعتك وعارفة أنت شو بدك، خدي سلة صغيرة، مش ضروري تاخدي السلة الكبيرة لأنك بتصيري بدك تتشجعي وتعبيها. لكن أحياناً نحن بناخد السلة الكبيرة يعني العرباية بسهولة عشان ما يعني تقل بس صح. يعني مرة تلاقي ست حاطة كم من شغلة بسيطة بس لأنه بدهاش تحمل أو جب. أو حتى أحياناً السيدات الكبار بالسن بأخذوا العرباية مشان يتركزوا عليها. يتركوا عليها مزبوط. هلأ في برضو سلال إلها عرباي موجودة برضو في بعض المحلات، إذا اضطرنا نأخذ هاي السلة الكبيرة نحاول نعبيها بأغراض رخيصة. مثلا بدنا نشتري محارم، مثلا في المحارم اللي بالحجم العائلي مثلا بتكون 10 كذا محطوطين، ممكن نعبي السلة فإحنا هيك بنكون ساتيسفايد أو عندنا هيك اكتفاء إنه والله فكرك العين يعني هيك ترضى أكتر. بالضبط إنه هاي والله شرينا أغراض، بعدين بنعبي الأغراض اللي بالمساحة الصغيرة عشان إحنا ما
نشتري اغراض كثير. هلا الشغلات اللي بتعملها برضو السوبر ماركت انه مرات في ناس كثير بيقول لك بعد ما يشتروا الاغراض وبحسوا انه كثير صار عندهم، واحيانا اذا عاملين بادجت انه ما راح يقدروا يدفعوا حقها، فبصيروا بدهم يرجعوا الاغراض، بصير اي رف بجنبه بده يحط فيه اغراض، فصاروا يخلوا المحلات المرور اصغر خصوصا عند الكاش، وبتلاحظي انه مليان اغراض، يعني في علكه وقدحات وشيبس، مش شيبس، شوكولاته وهيك اشياء. فانت بهاي الحاله ما راح تقدري ترجعي الاغراض، وبهاي الحاله انت اضطريتي تشتريهم وانت كنت راح ترجعيهم، فهاي من التريكس اللي انتبهوا لها كثير. هلا في كمان شغله انه في كمان الفانسي سوبر ماركت هلا اللي كثير راقي بحطوا موسيقى هاديه، فبتصيروا انت ماشيه مستمتعه، الجو حلو، موسيقى هاديه، فبتقضي وقت اطول وانت مش حاسه. فنصيحتي انا انه خذوا معكم هيدفونز او خذوا اي شيء موسيقى اسمعوها تكون برتم سريع، لانكم انتم رايحين ديوتي، منه انكم تتحركوا بسرعه، وهيك انتم بتحفزوا حالكم انكم تتحركوا بسرعه. اظني بعد الحلقه هاي مش حتدخلي ولا على انا سوبر ماركت هلا على البلاك ليست بستنوك على الباب. شايفه؟ فلا عن جد، لانه عن جد ديالا الاوضاع كثير صعبه، والناس عم بيروحوا يعني بتبعزقوا كثير، وانا بشوف يعني لما اروح اشتري اغراض انه اغراض كثير يعني، ومرات مش بحاجتها، وبصيروا يشكوا. بس تعرفي شو عشان نحكي يعني، احيانا السيد ست البيت كمان غير مدبره، يعني بتروح بتشتري علبه الحمص لنفترض، وعندها بالخزانه علبتين، صح، وبتيجي بتستعمل العلبه اللي اشترتها، صح، هذول خربوا فبصفت بالاخير عم بتكب. مزبوط، استعملي دائما، طلعي اللي عندك، شوفي شو عندك، بعدين روحي اشتري وحطي الجديد جوا وطلعي استخدمي القديم. بالضبط. هلا هذا من ضمن التخطيط للاسبوع، انه انا بدي اروح اشتري لازم اشوف ثلاجتي شو فيها، ناقصني بندوره، ناقصني خيار، ناقصني خس، هاي الاشياء، بفتح علبه الخزانه اللي فيها المعلبات، ايش ناقصني؟ انا ساعتها بقدر اقرر، مش اروح اشتري اي والله برجع بحكي مع البيت ماما شوفي لي والله عندنا كذا كذا، فشوفي انت كيف يعني شربكتي حالك كثير. طيب ايش اللحمه بتعمل عندنا هون؟ هلا اللحمه لما نروح نشتري اللحمه انا بفضل دائما، وهي خبراء التغذيه والاقتصاد بيقولوها، انه لما تروح تشتري لحمه مثلا بدك مفرومه، بدك ستيك، بدك مثلا ستروغانوف للشاورما، او بدك كفته، فخذي شقفه كامله زي ما هي وخلي اللحام يقسم لك اياها زي ما بدك. هلا انت بهاي الحاله وفرتي اكثر بحق اللحمه بدل ما تشتريها بالصحون، او تاخذ شقفه وتقطعها زي ما بدها، اه بالصحون الصغيره. بعدين الشغله الثانيه من الناحيه الصحيه، انه على فرض هاي عجل شايفتيها شو هي اللحمه بالضبط، انت شايفتيها وعارفه انه كيف وضعها، في مرات بيكون في جرثومه الايكولاي، هي موجوده جوا لحم باللحوم يعني النيه، فانت لما تاخذي صحن مخلوط ممكن يكون في اكثر من عجل، يعني اكثر من حيوان انه معمول او مطحون، فهيك بزيد احتماليتك انك تصيبك مثلا شغلات في الامعاء او في المعده. فانت بهاي الحاله لما تشتري اوفر لك واحسن وصحيا كثير احسن. كمان في شغله انه احيانا بيحطوا تريكس محلات، انا فعلا مش رح اروح على السوبر ماركت، اليوم انت بتعطي لجوزك وهو بروح بجيب لك اغراض او بنتك، يلا شطبت. هلا بيكونوا حاطين مثلا 5.99، هلا احنا هذا اسمه التسعير النفسي، انه احنا دائما نقرا من الشمال لليمين، فاحنا بنشوف الخمسه انه اوف واو هذا سعر منيح يعني، فبعدين بنرجع بنقرا، فهي فعليا هي 6 مش 5، بس احنا هذا نفسيا احنا دائما لانه بنقرا من الشمال لليمين فبنقتنع بالرقم الكبير اللي بيكون مبين. والشغله الثانيه مرات بيعملوها انه بحطوا مثلا 10، مثلا بدي اشتري شيء كثير غالي انه 10 اوف، بس بتطلع هون انه بير نص كيلو جرام، فانت بهاي الحاله مرات بتشتري، والشغله اللي بتصير عند الناس كثير انا بشوفها انهم بيستحوا يرجعوا او بيستحوا يروحوا عند الكاستمر سيرفيس مثلا انه لا والله انا خربشت بدي ارجع، يعني مرات بتتورطي باغراض انت مستحيه ترجعي، ما حدا يستحي، ما تستحوا مصاريكم هدول، طبعا قولوا لهم لا والله انا فكرت وانتم فعلا خدعوا، ما تقولوا شيء، حطوه زي ما قالت وانتم ماشيين على الرف، حطيها بتلاجه اللحمه ارجعي، لانه مرات بيخدعوا بهاي الشغله، فلا تستحوا ابدا، رجعوا قولوا لا والله انا مش ضمن البادجت تبعتي ما بقدر ارجعها. كمان شغله منيحه انه نحتفظ بالريسيت او بالفاتوره في حاله بدنا نرجع شيء، في حاله بدنا نرجع، او كمان هلا انا بدي اخطط، هلا هاي مثلا شريت اغراض الاسبوع هذا بدي ارجع اشتري الاسبوع الجاي، فانا بحط مثلا الاشياء اللي انا بشتريها باستمرار بعرف قديش سعرها، انا هون عندي الايتم موجود وعندي مثلا قديش سعره، فانا لما يصير سيل على هاي الاغراض يعني السوبر ماركتس الكبار كل فتره بيعملوا سيل، فانا بعرف ايش الاشياء اللي صار بدها مثلا عليها تخفيضات، بعرف انا انه كانت بسعر اغلى فبروح باخذها وبستغلها بهاي الطريقه.
من الشغلات كمان مهمة إنه كتير العرض بيكون حلو، عشان هيك إحنا نتشجع نشتري أكتر. يعني مرات بيكونوا دهنين التفاحات بمادة شمع، وبتلاقي الأضواء مثلاً على الخضار الخضراء بحطوا ضوء أخضر، عند اللحمة بحطوا ضوء أحمر، وبحطوا لها مي عشان توزن أكتر. حتى اللحامين مرات بيستعملوا هاي الطريقة، بيكونوا حاطين اللحمة برا وبرشوا عليها مي، فتشوفي قديش بتوزن زيادة. فهاي من التريكس اللي عم بيستعملوها المحلات، لازم ننتبه ونكون كتير أذكياء لما نشتري. مش غلط برضو الواحد ياخد كالكوليتر معه يحسب أنا قديش بدي وقديش مثلا ضايل معي مصاري. هلأ في كمان بالنسبة للي بيكون عنده 25% مثلا، مرات هاي بيستعملوها انه اشتري مثلا 10 ب10 او كذا. فاحيانا احنا لما نشوف سعر الاشي الواحد بيكون سعره ارخص من العرض، هم بحطوه بالعرض، فانت بتحسي انه لا والله هيك وفرتي، بس فعليا القطعه الواحده بتكون ارخص من العرض اللي بيكونوا عاملينه. فلازم نكون كثير منتبهين. طيب قبل ما بدنا ننهي سميره معك، بس بدي احب اقول بما انه سميره جابت السله، هاي من وين جبتيها السله؟ هاي والله استعرتها من السوبر ماركت لجنب البيت. طيب جنب البيت رح تروحي عليه، بس المحلات الثانيه ما حتروح عليها. هاي السله والعرباي والدرج الكهربائي الايد اللي بتحطوا ايدكم عليه، هي ثبت علميا انه هاي اكثر المناطق اللي موجود فيها جراثيم. صح. ونحن هيك بنكون مبسوطين حاطين اولادنا، وبعدين اولادنا بيفتحوا وبياكلوا، وبعدين بروح على بيتهم بمرضوا. انتبهوا من هاي القصص، يا البسوا كفوف او نظفوها، امسكوا هيك يعني محرمه او حطوا نظفوا الايد العرباي، ايد السله وايد العرباي تبعت الاطفال، لانه هون بتيجي الجراثيم كلياتها والامراض عن هاي الطريقه. صح صح. مرات بواقي اللحمه الجاج لما يسيح احيانا بيبي مثلا بيريل عليها، ففعلا الايد يعني شوف كم من ايد بتمسكها. طبعا من اكثر المحلات الوسخة فعلا متلوثة بتكون. بدنا نتشكرك سميرة على هالمعلومات الحلوة، إن شاء الله يكونوا استفادوا منك الستات. إن شاء الله.